نبدأ مع حضراتكم أولى أخبارنا لليوم. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل امبارح إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، وكان في استقبال سيادته الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر. وزيارة بتأتي تتويجا للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة. تلبية لدعوة سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر خلال زيارته الرسمية للقاهرة في يونيو الماضي. وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة القطرية الدوحة، حيث كان في استقبال سيادته سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وكبار رجال الدولة في قطر. وكذا أعضاء السفارة المصرية في الدوحة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية بين الزعيمين لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. امبارح كان في مجموعه كبيره من الاحداث المهمه زي الاجتماعات اللي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع وزراء التجاره والصناعه والنقل والقوى العامله لمتابعه المشروعات والملفات الخاصه بهذه الوزارات، وكمان متابعه ترتيبات استضافه مصر لاجتماعات وزراء الاعلام العرب، ده غير ان هيئه تنميه صناعه تكنولوجيا المعلومات وقعت امبارح مذكره تفاهم مع احدى الشركات الصينيه لانشاء مصنع للتليفون المحمول في مصر. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها الاجتماعات اللي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والمهندس كامل الوزير وزير النقل وحسن شحاتة وزير القوى العاملة لمتابعة ملفات عمل الوزارات خلال الفترة الحالية. كمان امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي مع اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية لمتابعة عدد من ملفات العمل بالهيئة. وقال رئيس الوزراء إنه في أهمية كبيرة لتكثيف الجهود واستكمال خطط هيئة الشراء الموحد في تلبية الاحتياجات المطلوبة من الأدوية والمستلزمات الطبية. برضه امبارح التقى رئيس مجلس الوزراء ووفد شركة أوبو الصينية لاستعراض خطط الشركة للاستثمار في مصر خلال المرحلة اللي جاية، وكمان شهد الدكتور مدبولي مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا وشركة أوبو لإنشاء مصنع للتليفون المحمول في مصر بطاقة إنتاجية 4.5 مليون وحدة سنوياً. كمان امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وخلال اللقاء تم متابعة الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لاجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب واللجنة الدائمة للإعلام العربي واللي هتعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة لمناقشة عدد من الملفات والمبادرات الإعلامية. برضه امبارح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى الشائعات اللي ترددت حول تفويض النقابات المهنية بمعادلة شهادات خريج الجامعات بالداخل والخارج، وقال المركز إن الكلام ده مش حقيقي وإن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة الوحيدة المنوط بيها قانوناً معادلة الشهادات اللي بيحصل عليها خريج الجامعات بالداخل والخارج.
امبارح نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون المثمر والبناء مع مختلف الوزارات لتأهيل وتدريب الكوادر الشبابية لتنمية وتطوير أدائهم في مختلف التخصصات، نظمت القوات المسلحة زيارة للدكتور محمد معيط وزير المالية، وده لمتابعة الموقف التدريبي وبرامج التأهيل المعدة لطلبة الدورة التدريبية الأولى لمأموري الضرائب المتعاقدين من الذكور والإناث واللي بتقام بمقر الكلية الحربية.